أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أن تكريس التسامح والسلام والحوار الديني والحضاري مبادئ بحرينية أصيلة وقيم راسخة في ظل النهج الإنساني الحكيم لجلالة الملك المعظم من أجل عالم ينعم بالأمن والازدهار المستدام. جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج دبلوم الدراسات العليا المشترك حول التعايش السلمي الذي تم إطلاقه بالتعاون بين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة جويا للتعلم التعليم العالي بمالطا. أعرب معالي رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي عن اعتزازه بتنفيذ برنامج دبلوم التعايش السلمي بالتعاون مع المؤسستين في إطار البرامج العلمية والتوعوية والتدريبية للمركز والنابعة من الرؤية الملكية المستنيرة ومبادئ إعلان مملكة البحرين وتوجهات الحكومة الموقرة لنشر ثقافة السلام والأخوة الإنسانية وتعزيز احترام الحريات الدينية وقبول الآخر ومد جسور التعايش السلمي بين المجتمعات والثقافات كركائز استراتيجية للتقدم والتنمية المستدامة. فخورين في مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بهذه الفعالية اليوم اللي تأتي صراحة كنتيجة إلى جهود كبيرة فيها تعاون بين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجامعة الممتحدة للسلام وأيضا مؤسسة جوا باعتبارها مؤسسة متخصصة. فخورين اليوم بأن نشهد حفل تخريج 50 مشاركة ومشارك من 20 دولة 20 جنسية مختلفة. هذه الفعالية اللي استمرت على مدى 4 أشهر من المحاضرات ومن البرامج المكثفة اللي تهدف إلى تعزيز رسالة مملكة البحرين التي عبر عنها سيدي صاحب الجلالة في إعلان البحرين، واللي كان مهم جدا أن يكون هذا البرنامج مرآة تعكس هذه التوجيهات الملكية السامية، واللي اليوم تخرج أنا بقول 50 سفير وسفيرة أو سفيرة وسفير في هذا البرنامج. هذا العدد الكبير والتنوع الكبير في البرنامج هو أساس فكرة البرنامج وأساس نهج صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم، الذي قال أن الجهل عدو السلام. فنحن اليوم نفتح آفاق المعرفة ونقدم للطلبة الشيء الذي يتمكنون من خلاله بالتعرف على الثقافات والحضارات الأخرى وأساليب عملية وعلمية للتعايش السلمي. نتطلع للمزيد من المشاريع المشتركة، عندنا مشاريع أيضا مع جامعة أكسفورد وعدد من المعاهد العالمية. نشكر مجلس الأمناء وسعادة معالي رئيس مجلس الأمناء على العمل الدؤوب الكبير الذي تم هذا العام لتنفيذ رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله. سعدنا اليوم احنا كطلبة ان احنا نقابل بعض لأول مرة، لان الحصص اللي كانت موجودة 4 شهور عن طريق أخصائية التواصل الافتراضي، وإحنا يعني خلال هذه البرنامج تعلمنا الكثير من الأمور المتعلقة بالتعايش السلمي، الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان، بخطابات الكراهية، كيفية نبذ خطابات الكراهية حول العالم. وصراحة استمتعنا في هذه الرحلة مع زملائنا اللي تعرفنا على الكلتشر مالهم، تعرفنا على خلفياتهم المختلفة، بعضهم دبلوماسيين بعضهم حقوقيين، وكان هاي الشيء إضافة جميلة لنا إحنا كطلبة.